النهاردة هنكمل سلسلة السولار سيستم وهنبتدي نشتغل فيها. هنعمل فايل وهنسميه index.html. عملناها تمام. هنعمل فايل تاني وهنسميه style.css. تمام كده احنا عملناه. وهنعمل فايل وهنسميه script.js. واحد هنحط فيه ال HTML، واحد نحط فيه ال CSS، واحد هنحط فيه جافا سكريبت. طبعا انا هاخد الاجزاء واشرحها واحطها في الجزء التاني بس عشان ما اطولش عليكم. احنا اهو هنبتدي. هنعمل ال HTML التاج، نحط جواه الهيد تاج، وهنعمل البادي تاج، وهنبتدي نحط الاليمنت اللي احنا جوه في ال HTML. الاول هنعمل long equal em. ولازم نحطه في الهيد مع التاج ال HTML. كده يبقى احنا عملنا long equal em و الميتا شارست UTF-8، وهناخد التايتل اللي هو العنوان بتاع المشروع بتاعنا اللي هو المجموعة الشمسية، وهنعمل لينك للستايل شيت اللي هو الستايل دوت سي اس اس عشان لما نيجي نكتب اي حاجة في الستايل تبقى موجودة، واللي تحتيه مكتبة جافا سكريبت. التايتل بتاعنا المجموعة الشمسي. الجزء ده كده الاولاني اللي هو بيبقى البار اللي تحت اللي هو فيه الكواكب والاسماء وكل الحاجات اللي هي زحل والشمس والمريخ والمشتري وكل الكواكب بتاعت الثمان كواكب بتوعه. وبعد كده هناخد الكنترول اللي هو البار بتاع الكنترول اللي فيه سرعة الكوكب وحجم الكوكب ومساحة الكوكب، واللي تشيك بوكس اللي هو بيحول من التو دي للثري دي ومن الدوران للترتيب الثابت. احنا هو خدناه تمام. واللي تحتيه الاجزاء بتاعت الكواكب والاوربت بتاعها والاوربت اللي هو المدار بتاعها بال HTML، وكل واحد هنديله اسم الكوكب بتاعه الارض المريخ. كل الجزء ده هناخده ونحطه في ال HTML. تمام اهي كل الكواكب بتاعتنا. وهناخد مكتبة الجافا سكريبت واللي تحت كود جافا سكريبت صغير، وكل دي المكتبات بتاعتنا هناخدها ونحطها عشان الجافا سكريبت لو فيها اي حاجة تشتغل.
طبعا احنا المره دي مش هنشتغل جافا سكريبت، بس هناخد المكاتب اللي في الجزء بتاع الاكسيام عشان نبقى احنا خلصنا المكاتب بتاعت الجافا سكريبت. ان شاء الله من الفيديو اللي جاي هنكمل او هنكمل الجافا سكريبت. نرتب كل اكوادنا ونخليها بنظام ونعمل فيها كومنتات عشان تبقى منظم، عشان حتى لو جه اي واحد من بعدنا جه يشتغل عليه يبقى يلاقيه منظم ويقدر يفهم. كده احنا خلصنا ال HTML، هنبتدي في ال CSS. هناخد الاول URL من جوجل، فونت من جوجل عشان في فونتات وحاجات لازم تحتاج مكتبات، وهنحطه دائما بتبقى المكتبات بتبقى فوق. بعد كده نبتدي ناخد ده جزء البداية، ده جزء البداية بتاعنا. تمام هناخده، وتحتيه برضو جزء البداية بتاع البادي والتيبل زي ما لحد هنا. كده احنا كل ده هناخده عشان دي الحاجات الأساسية في البداية. كده احنا خدناه. بعد كده نبتدي في الاليمنت اللي جوه، نعمل لها شكل كويس وناخد البادي واليونيفرس والجالاكسي. هو ده كل الجزء بتاع اليونيفرس، الفضاء اللي هو ورا الكواكب، بنحطه قبل ما نحط الكواكب. تاني بعد كده هناخد السولار سيستم بتاعنا والاوربت المدار بتاع الكواكب. كده احنا خدناه، وهناخد كل الاجزاء دي، الصن والبلانت والارث والمون، حاجات في المدار والسرعة كوكب. كده احنا خدناها. تمام هناخد الصن والبلانيت. تمام هناخد الصن، الجزء بتاع الشمس، وبعد كده الكواكب تدور حوالي. ولازم نخلي شغلنا منظم عشان نقدر بعد كده نقدر نشتغل عليه، لو حد جه من بعدنا يقدر يفهمه. ده البلانيت والرينج بتاعت ساترن لحياة دي. تمام احنا اهو خدناهم. بعد كده هناخد الاندكس بتاعت الكواكب، كل دي كل الثمان كواكب ومعهم الشمس. كده احنا خدناهم، وهناخد الكي فريم بتاعتهم اللي هي الحلقة بتاعتهم الانيميشنز.
كده احنا خدناهم. وهناخد الفيو 3D. و2D فيو. هناخده. دي حاجات أساسية بحطها مع الكويكب عشان كله يتظبط مع بعض. والفيو 3D والرينج والبلانت والمون. كده احنا خدناه عندنا. والزوم بتاعت ال 3D. والزوم الكلوز. كده احنا خلصنا الزوم بتاع الفيو 3D وال2D. كل الاجزاء دي هناخد الداتا والسبيد بتاعت الكوكب. الداتا والسبيد. السكيل بتاعتهم اللي هي السايز بتاعهم البلانيت سايز. ناخدهم برضو نحط عندنا. ناخده عندنا. ودي برضو من الداتا بتاعت الكواكب. ناخدهم عندنا. والأوربت بتاعت الكواكب. المدارات بتاعت الكواكب. ناخدهم عندنا. ناخدهم. والسكيل دي اوربت. ونحطهم عندنا. كده احنا خلصنا الجزء ده. والمون والإيرث أوربت والنبتون.
دي الجزء بتاعهم. كل ده احنا خدناه عندنا وهنكمل عليه. والست سبيد ناخد عندنا تمام. والسايز والديستنس وهناخد عندنا، يبقى ده الجزء بتاع السايز والديستنس، السرعة والمسافة ما بين الكواكب وحجم الكواكب. ودي اللايتنينج افكت. ناخدهم. تمام كده، كده احنا خدناهم عندنا. وفينوس والأرض، أرض وجوبيتر، كل الكواكب، وأورانوس هناخده عندنا تمام. الكي فريمز بتاعت البلانتس، ده السكيل فيو 2D و3D للنبتون بلانت. والانفو منيو بتاعت الانفو اللي فيها الكواكب لو صغرنا الشاشة. ناخدها عندنا. احنا كل ده شغالين على ال2D او بنشتغل على ال2D بحيث ان السولار سيستم يظهر 2D. ان شاء الله المرة الجاية لما نبتدي نحط الجافا سكريبت هيبقى 3D. المنيو كل الجزء ده المنيو لحد كده. احنا خلصنا كل الستايل، الستايل دوت سي اس اس. فاضل حاجة صغيرة اللي هي الايمج بتاعت الكواكب انها 3D. كل الجزء اللي تحت هيبقى الصور بتاعت الكواكب، كل الكواكب. كل دي الايمج بتاعت الكواكب، والارث والمون والبلانت والفينوس، كل الكواكب. ونبتون هادي. تمام كده احنا خدنا الايمج بتاعت الكواكب، الصور بتاعت الكواكب.
زهرة عندنا. هنبتدي نشتغل من بعديها كده. احنا خلاص فاضل اخر جزء بس كمان، اللي هو الميديا سكرين. وناخدهم نحطهم في الستايل. كده احنا خدناهم كل الجزء. كده احنا خلصنا الستايل دوت سي اس اس. هنعمل سيف للشغل بتاعنا، سيف اول كل الشغل بتاعنا. لكل الشغل بتاعنا ونعمل بريفيو للشغل بتاعنا. كده احنا عملنا سيف لل HTML وال CSS، وهنعمل لهم بريفيو عشان نشوف الشغل بتاعنا بقى عامل ازاي. كده احنا خلصنا ال HTML وال CSS، نعمل بريفيو للشغل بتاعنا نشوفه هيطلع ازاي. هيطلع 2D بس. ولما المرة الجاية نبتدي نكتب الجافا سكريبت يبقى 3D. ده الشغل بتاعنا اهو 2D زي ما احنا قلنا. والمرة الجاية لما نكتب الجافا سكريبت هيبقى 3D. قول كل الكواكب بتلف كامل ما عدا 3D هو اللي مش شغال.